اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله عديده هي المواضيع المطروحه على الساحه الفلسطينيه والتي تحتاج الى نقاش جدي وبشفافيه من المسجد الاقصى الذي يتعرض هذه الايام لمؤامره كبرى قد تؤدي الى تقسيمه ومخططات بناء الهيكل ومجسماته واضحه وجاهزه من سنوات تعالوا نرى نشاهد هذه الصور معا لمخططات اسرائيليه اصبحت علنيه بشانه ما نشاهد الان هو مجسم للهيكل المزعوم والذي من المفترض ان تقيم اسرائيل مكان المسجد الاقصى وقبه الصخره المشرفه يعني كان الحديث في السابق الحديث الإسرائيلي حول مثل هذه المواضيع في السر ويلاقي إنكار من قبل الساسة والمسؤولين الإسرائيليين الآن هذا يعرض على وسائل الإعلام وعلى وسائل التلفاز وكأن المخططات أصبحت واضحة لتنفيذ هذا المشروع لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم أمامه ليس هذا فقط وزاره الخارجيه الاسرائيليه وهي اكبر هيئه دبلوماسيه في اسرائيل تقوم بانتاج فيلم سنشاهد بعض من اجزائه يتحدث عن هدم قبه الصخره ويتحدث عن اقامه الهيكل المزعوم كما نشاهد نلاحظ هذه الصور التي وهذا الفيلم الذي انتج مع بدايه هذا العام وكان يعني نشاهد هدم قبه الصخره واقامه الهيكل المزعوم امامها. يعني كل هذه التصرفات من اسرائيل ليست عبثا. مش بس هيك. اعزائي المشاهدين اليوم بنشوف احنا وبنلاحظ حتى على التيشيرتات وكما نلاحظ على التيشيرت اللي بيلبسوه الشباب الاسرائيلي والمستوطنين والاطفال بنلاحظ انه اطفال اسرائيليين بي بهدموا في الاقصى ومكتوب سيبنى الهيكل مكانه. هذه واحده من القضايا التي سنناقشها اليوم. الموضوع الثاني هو زياره الشيخ يوسف القرضاوي الى غزه بما لها وما عليها ولماذا يعارض جزء ليس بسيط من الفلسطينيين هذه الزياره وربما الغالبيه منهم. جميعنا لا يختلف على علم الشيخ القرضاوي ومكانته الدينيه لكن تصريحاته التي تتعلق بدعوه الولايات المتحده لضرب سوريا تجعلنا نضع الف علامه سؤال على التوقيت والمضمون لنشاهد هذه التصريحات للشيخ يوسف القرضاوي. امريكا اخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد سمحت وبعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا هذا شيء قليل جدا وما ايوه لماذا إسرائيل أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل منين جبتم من هذا الكلام تخاف على إسرائيل من نسمات الهواء العليل، خطرات النسيم تجرح خديه، ولمس الحرير يدمي بنانه، هكذا تخاف امريكا على اسرائيل لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم، كان يجب على امريكا ان تدافع، الشعب السوري يقتل بالجيش بالطائرات بالصواريخ لماذا؟ نحن نريد من امريكا ان تقف وقفه الرجوله وقفه لله وقفه للخير للحق مره مطلوب من امريكا ان تقف وقفه لله امريكا قال وهذا على لسان الشيخ يوسف القرضاوي امريكا تخاف من انتصار المقاومه ان توجه سلاحها فيما بعد إلى إسرائيل من أين جئتم بهذا الكلام وهذه كلمات الشيخ يوسف القرضاوي ومن هنا نحن ليس لسنا بموقع ولا بعلم أن نجابه الشيخ القرضاوي في قضايا الدين ولكن عندما يتحدث الشيخ القرضاوي في السياسة ويتحدث في مثل هذه المواضيع نقول ونضع ألف علامة سؤال على ما قاله الشيخ القرضاوي ايضا زيارة الشيخ يوسف القرضاوي معروف يعني لذوي نسيبنا من من مواضيع اللت والعجن وانا ضده وانا معه الى اخره، زيارة الشيخ القرضاوي جاءت بتنسيق قطري مصري اسرائيلي. وهي نفس الطريقة التي دخل بها الاخ خالد مشعل الى غزة. وفي حينه منع الاخ رمضان شلح من دخول غزة. هاي هي الحقيقة المجردة، واذا بتعتقدوا انه غزة محررة وانه في سلطه وما في سلطه للاحتلال عليها فأنتم بتضحكوا احنا بنضحك لحالنا كل الاراضي الفلسطينيه ما زالت تحت الاحتلال كل الاراضي الفلسطينيه ما زالت تحت الاحتلال والكلمه الاولى والاخيره ما زالت للاسف لاسرائيل وللجيش الاسرائيلي الا اذا صارت كل قيادات الشعب الفلسطيني بغض النظر هون هناك برا الى اخره مصدقه انه في عندنا سيطره وقرار حر ودوله في غزه الى اخره بتكون مصيبتنا كشعب فلسطيني مصيبه كبيره. موضوع جواز السفر الذي منح للقرضاوي انا من وجهه نظري انه الموضوع رمزي وما كان لازم تصير الضجه اللي صارت حوله. لكن من الناحيه القانونيه لا يملك رئيس الحكومه المقاله اعطاء جواز سفر وهذا الحق آآ آآ الشرفي منحه الدستور للرئيس آآ آآ لرئيس فلسطين. من الناحيه السياسيه هذا الجواز صدر بناء على اتفاقات اوسلو كان الاجدر بالشيخ القرضاوي رفض الجواز بناء على مواقفه من اتفاقات اوسلو وكان الاولى برئيس وزراء غزه ان لا يقدم او ان لا يقدم على هذا العمل وكان على وزاره الداخليه الفلسطينيه هنا في رام الله ان لا يكون ردها بهذه القسوه لانه من وجهه نظري ان الموضوع مره اخرى رمزي وفي السياسة لكن في السياسة ما في رمزيات يمكن أنها تكون رسالة من حماس كونه كما نشاهد يعني الجواز السفر هو صادر كوثيقة عن اتفاقات أوسلو إلا إذا كانت حماس بتقول أنه إحنا منوافق على أوسلو هون بيختلف الموضوع مواضيع أخرى سنناقشها هنا وهي تجاوزات بعض كبار رجال السلطة والمسؤولين في مواكبهم والمبالغه في الحراسات الموجوده عليهم، واخرها كان اطلاق النار من موكب الدكتور الهباش على احد السيارات، اطلاق النار في الهواء ولكن عند يعني لما تجاوزت السياره موكب الوزير، مثل هذه التصرفات انا بعتقد انه ان الاوان تتوقف، وعلى فكره مش بس هون يعني انا من خلال اتصالاتي ومش بس الدكتور الهباش في كتير مسؤولين للأسف هون في الضفة وهناك في غزة عم بتصرفوا وكأنه عنا دولة يا إخوان جيبوا لنا دولة ودعسوا علينا بس يعني تجيبوا دولة يعني دخيل الله يعني هذا حكي غير معقول وغير مقبول إنه مواكب وحراسات واللي خايف من شعبه يا أخي ما يضلش هون في كثير من المسؤولين اللي عليهم حراسات والله لو طلعوا بالشارع ما حد راح يعرفهم، فيعني انا ما بعرف وما بدي اقلل من اهميه الامن واتخاذ اجراءات امنيه لكن مش بهذه الطريقه ومش بطريقه انه نطلق النار على المواطنين اذا تجاوزوا سياراتهم. موضوع ثاني ما حدث في الخليل وتحديدا في سعير عندما اطلقت قوات الامن الفلسطينيه النار على سياره لم تتوقف بدعوى انه السائق مطلوب ما ادى الى وفاه زوجه المطلوب. وما تبعها من أحداث ونحن هنا ندعو إلى إجراء تحقيق والخروج بالنتائج بأقصى سرعة وقضية أخرى لابد من إثارتها الاعتداء الذي قامت به قوات أمن حماس في غزة عن المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على دمشق يعني هاي المواضيع كلها مواضيع استفهامية مواضيع اخرى كثيره تتعلق بالحريات، تتعلق بحريه الراي والتعبير ان كان هنا في الضفه او هناك في غزه. هذه المواضيع واخرى رح نناقشها آه رح اناقشها مع ضيوفي الاستاذ آه اسماعيل آه الخطيب آه رئيس آه لجنه مقاومه الجدار والاستيطان آه في القدس ومن غزه ايضا معي الاستاذ خليل ابو شماله. رئيس مؤسسة بعد قليل سيكون معنا رئيس مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وكذلك الدكتور نشأة الأقطش الذي سينضم إلينا بعد قليل وهو الكاتب والمحلل وأيضا أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت أهلا وسهلا بك أستاذ يعني خلال الأيام الماضية وأثناء احتفالات إسرائيل ما يسمى بتوحيد القدس و يعني هذا العام كان مختلف عن كل الأعوام السابقة شهدنا عشرات آلاف المستوطنين والمتطرفين اليهود في كل دخلوا إلى القدس استباحوا القدس دخلوا إلى باحات وساحات الحرم يأتي هذا كله في ظل وخلينا نحكي على المكشوف نعم. يأتي هذا كله في ظل الحديث بين الفصائل الفلسطينية أنه هذا غلط وهذا صح وهذا هل هناك سؤالي بوضوح؟ هل هناك يعني اهتمام بالقدس من التنظيمات إن كانت إسلامية أو مسيحية أو وطنية أو سميها لبدكية في موضوع القدس يعني أولا شكرا على استضافتكم إليه في هذا البرنامج عن مكشوف أخوي محمد ماهر. يعني ماهر حقيقة يعني موضوع القدس موضوع كبير وشائك يعني بالتعقيدات اللي موجودة فيه طبعا انا بتصور يعني السؤال واضح بس انا بدي اعود شويه لورا اتحدث عن برنامج الانتخابي للحكومه طبعا اللي هي تم انتخابها قبل اشهر اللي هي حكومه اليمين المتطرفه بقياده بنيامين نتنياهو طبعا هذه الحكومه طبعا كان اللي هو على اولوياتها على جدول الدعايه اللي هو هدم المسجد الاقصى نعم. طبعا وهذا جاء اكثر من تصريح من قبل اللي هو عضو الكنيسة المتطرف جيمبل وميجلين وكل واليوم أصبحت حديث عن موضوع إزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم حديث علني كان هناك بالسابق الحديث يأتي بطريقة يعني أرجو أن نشاهد أيضا ونحن نعم. نتحدث نعم الصور مرة أخرى نعم. الأخ المخرج نعم يعني كان هناك الحديث سابقا سري اليوم يتحدثون بالعلن وكأن لا يوجد عرب ولا يوجد مقدسيين ولا يوجد فصائل ولا, ولا, يوجد ولا يوجد مسلمين ولا يوجد مسلمين على وجه الأرض طبعا ونحن نعلم مكانية المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين طبعا وأولى القبلتين طبعا شو مكان تبين وذكره بالقرآن أيضا ثاني. ثاني إذن اليوم الوضع خطير جدا في مدينة القدس اليوم المسجد الأقصى يهود زمنيا عمليا زمنيا بدأ تهويد المسجد الأقصى عندما تقدم سلطات الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى من الساعة السابعة إلى الحادي العشر يعني معناه ومنع المقدسيين من الوصول والصلاه الى المسجد الاقصى في هذا التوقيت ودخول المئات من المستوطنين لاباحات المسجد الاقصى طبعا هو بدا التقسيم الزمني للمسجد الاقصى طبعا ومن هنا بدا الخطر اذا زي ما احنا شاهدنا بالتقرير طبعا لما احنا بنشوف ان اليهود اليوم قاعدين بيعلنوا وبيقولوا للصحافه تعالوا صوروا اللي هو اليوم الهيكل تم بناءه وإحنا بننتظر فقط إن إحنا نهدم المسجد الأقصى ونقيم الهيكل مكان المسجد الأقصى طبعا خلينا نكون صريحين عمليا فصائليا اليوم لا يوجد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أي وجود في مدينة القدس نهائي إنما اليوم الذين تظاهرون باب العمود هم عشرات مقدسيين نشاطاء مقدسيين شباب لا ينتموا لأي لا ينتموا لأي تنظيمات, لا ينتمو لأي تنظيمات. حقيقة وين انتموا يعني ما في مسؤولين انت يعني قصدك يعني, يعني فيش مسؤولين؟ يعني ممكن انه يكون في هناك انتماء يعني شباب من شباب من حماس شباب من كذا ولكن, ولكن ما في مسؤولين ما في مسؤولين وما لهم يعني امتداد هان ولا هان في اللي هو في كل واحد حسب الاجنده اللي هو موجود فيها. طبعا هذا الخطر طبعا انا بتصور انه اليوم القدس تركت لوحدها يعني يعني انت نعم بدك تحكي انه خطورة الموضوع اللي نعم في القدس، نعم نعم آه آه غير منطقي في تعامل الفلسطينيين كلهم إنه يعني ما في ما يعني, يعني رد ما فيش ردة فعل على يعني. اللي حصل بثمانية شهر ما كان في ردة فعل يعني حتى اليوم أنا بسمع إنه يعني القيادة الفلسطينية والأخ أبو مازن طلب من الجامعة, الجامعة العربية الانعقاد من أجل مناقشة هذا الوضع اللي هو ما حصل بثمانية شهر ها. لدخول أكثر من خمسة وأربعين ألف مستوطن طبعا يعني أنا أتصور إن هذا عجز عربي. اللي بخصوص ان انت ت... احنا ليش ندعي؟ يجب ان يكون هناك تصرف باسرع وقت يعني دعوه السفير الاسرائيلي في الاردن من اجل ان نتناقش بخصوص هذا الموضوع، طبعا كل هذا انا بتصور ان اليوم هناك الاتفاقيات اللي احنا متكبلين فيها بالخارج، يعني في هناك اتفاقيات ممنوع نتحدث عن القدس، ممنوع نتحدث عن المسجد الاقصى، اليوم هذه التصريحات اللي بتطلع من هان ولا من هان انا بتصور كلها تصريحات بلالين بخصوص هذا الموضوع المسجد الاقصى لو كان لو كان هناك في اهتمام كان ما وصل المسجد الاقصى الى الوصول اللي احنا وصلنا له طب اسمح لي نعم. ان اشرك معنا الاستاذ خليل ابو شماله ونشكره على التواجد معنا مساء الخير استاذ خليل من غزه مساء النور لك أخي ماهر ولكل الأخوة والأخوات المشاهدين أصلاً. أستاذ خليل يعني إذا كنت تشاهد معنا ما نعرضه على التلفاز الإسرائيليين والمنظمات الإسرائيلية بل والحكومة الإسرائيلية بدأت علناً تتحدث عن بناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة والمسجد الأقصى هل بلغ الهوان؟ هذه الدرجة بالأمة العربية والإسلامية والأنظمة العربية؟ يا أخي ماهر يعني يجب أن لا يكون هناك استغراب مما يحدث لأن إسرائيل متفردة ومستفردة بإخوتنا الفلسطينيين في القدس وبإستباحة المقدسات لأن حال الأمة العربية بعد الربيع العربي الكل منقسم وكل مشغول بأوضاعه، مصر لا تستطيع ان تلعب اي دور خارجي لانها مشغوله اكثر بترتيب اوضاعها الداخليه ويبدو ان انها لن تستطيع ان تكون في حاله قادره على لعب اي دور وتاثير كما في السابق وبما ينسجم مع وضع مصر كدولة نعتبرها على مدار سنوات طويلة انها قلب الأمة العربية للأسباب التي نعرفها جميعا إضافة إلى أن هناك حالة فرز في في البلدان العربية وللأسف أن الذي أحدث هذا الفرز ليس ليس سببا ذاتيا وإنما هو عامل خارجي ويبدو ان هناك توزيع للادوار لم نسمع قبل ذلك بقطر ولم نسمع بالخليج العربي انه يلعب دورا في تغيير والتاثير في السياسات الدوليه ولكن اليوم لدينا قطر قطر تقود معسكرا وايضا بلدان اخرى تقود المعسكر المناهض دون ان يكون هناك وحده قوميه عربيه لمواجهه الاخطار التي تهدد الأمة العربية وبشكل أساسي القضية الفلسطينية الوضع الفلسطيني أيضا هو منقسم لدينا حكومتين أي منهما ليس قانوني أما بموجب القانون والدستور وهناك بين الحين والآخر ننشغل بتصريحات وتصريحات مضادة بأفعال وردود أفعال مضادة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أين من يتحدث عن القدس القدس أصبحت وللاسف يعني انا اتحدث هذه وجهه نظري ربما الاخرين يتفقوا او يختلفوا معي ولكن الحديث عن القدس اصبح نوعا من الترف الفكري والنضالي لمن يريد ان يزاود في سوق النخاسه او سوق المزاود المزاد العلني في السياسه ولكن على الارض اسرائيل ماضيه في برنامجها وفي تحقيق اهدافها كما تريد ونحن نتراجع بل و ونسجل هزائم على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي لأن لأننا لا لا توجد لدينا لا رؤية واستراتيجية في المقاومة ولا في السياسة ولا في المفاوضات نحن أشبه بشعب يعاني من حالة ضياع ضياع في وغياب البوصلة وأيضا الرؤية لما نريد في المستقبل القريب أو البعيد. يعني اعود اليك هل او ما هي مطالب اهل القدس شو مطالب اهل القدس يعني احنا ما بدنا يعني انا متاكد انه مطالب اهل القدس مش رح يعني انه العرب يجيبوا الدبابات ولا بس يعني احنا مثلا خلينا نحكي بصراحه كل قمه عربيه انعقدت نعم اقرت 500 مليون ومليار ومش عارف ايش 250 مليون وصندوق وكذا والى يا ترى بتشوفوا شيء منها والعرب يودوا شيء منها يعني للاسف الشديد يعني اللي بدهم اياه اهل القدس اولا تحرير بيت المقدس والقدس طبعا هذا مطلب فلسطيني طبعا وهذا المطلب الرئيسي احنا ما بدناش دولارات لا من قطر ولا من السعوديه ولا من اي دوله عربيه ولا من اوروبا ولا من امريكا احنا بدنا تطبيق كل القرارات اللي بتخص القضيه الفلسطينيه زي ما بتم تطبيقها على العرب بتم تطبيقها على الاحتلال اليوم احنا في عندنا اعتراف بهيئه الامم بدوله فلسطينيه وعاصمتها القدس طبعا اذا احنا للاسف الشديد يعني اذا ظل في مفاوضات على مدينة القدس أنا بتصور يعني لو بكرة كانوا في مفاوضات مش راح يكون في مفاوضات على القدس لأن اليوم القدس أصبح مسيطر عليها مسيطرة تامة يعني حتى الاستيطان اليوم ابتلع كل أراضي مدينة القدس الشوارع الالتفافية طبعا اللي في استيطان في الهواء اليوم قطارات الهواء هو اللي هو, طبعا القطار الهوائي اللي بده يربط البؤر الاستيطانية من الطور ل نعم. ما يسمى بحائط المبكى طبعا حائط نعم. البراق لقلعة الدهود طبعا تغيير خارطة الشوارع في القدس تغيير أسماء بناء الكنوس هناك ايضا مخطط جديد في جبل الزيتون بناء عماره من عشر طوابق اللي هي القبه الذهبيه طبعا وهي بدها تكون على شكل دائري بدها بدها تلف حتى تكون اعلى من قبه الصخره هناك تهويد لكل شيء في مدينه القدس حتى البشر والحجر والانسان <applause> نعم في هذا واضح هذا واضح لكن نعم. ما هي مطالب أهل اليوم المصيح اليوم المصيح نحن مطالب احنا مطلبنا بسيط تعزيز الصمود المقدسي تعزيز صمود هذا الإنسان المقدس اليوم أكثر من ثمانين تحت خط الفقر في مدينة القدس. طبعاً هذا جزء من المخطط الإحتلالي. طبعاً وهذا جزء طبعاً خلينا نتحدث بصراحة كمان يعني لأن هذا برنامج على صراحة. لأن العرب هم مساهمون أيضاً في هذا المخطط. لما بتقر مثلاً مؤتمر سرت أو في العراق أو في المؤتمر الأخير في الدوحة اللي هو دعم القدس بأكثر من مليار دولار. أين هذه المليارات؟ بس نسمعها إحنا على شاشة التلفاز. طيب. دولار واحد بصلش لمدينة القدس. الأموال هاي بتروح لطريق غير مدينة القدس. لأن مدينة القدس هناك اتفاقيات يعني خلينا نكون صريحين. ممنوع الحديث عن مدينة القدس. يعني بأج... انا اعتقد انه الحديث عن القدس إيه يحتاج إيه الى مجموعه إيه من نعم الحلقات نعم, وإجمو... نعم, يحتاج نعم الى إيه نعم تحرك نعم الوضع الصعب في مدينه القدس حقيقه أنا اخي ماهر مدمر الم... أه ساح... مدينه القدس اسماعيل الخطيب آه رئيس لجنه الجدار والاستيطان انا بشكرك شكر جزيل شكراً على تلبيه دعوتنا وان شاء الله بنستضيفك في حلقات شكراً آه قادمه اعزائي المشاهدين ابقوا معنا لحظات ونواصل آه برنامج آه حكي على المكشوف <applause> شكرا لك أعزائي آه المشاهدين أرحب بكم مرة أخرى ونواصل برنامج على المكشوف ونتوجه إلى قطاع غزة الأستاذ خليل, آه أستاذ, خليل، آه أستاذ خليل أنت شاهدت معنا ربما الفيديو الذي عرض آه لشيخ يوسف القرضاوي في خطبة آه الجمعة قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع في الدوحة آه هل شاهدت الفيديو؟ للاسف لم اشاهده اخي ماهر لانني اتيت متاخرا طب ما بعرفش يعني ربما الاخ المخرج يعرض لنا الفيديو مره اخرى ومن ثم نتحدث مع الاخ خليل حول الموضوع، ممكن نعرضه؟ يعني اذا كان ممكن نعرضه. امريكا اخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الاسلحه غير القتاليه تعطيها للسوريين. 60 مليون دولار او نحو شيء من هذا هذا شيء قليل جدا وملا. ايوه لماذا اسرائيل امريكا تخاف على اسرائيل ان الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا الى اسرائيل منين جبتم هذا الكلام تخاف على اسرائيل من نسمات الهواء العليل خطرات النسيم تجرح خديك ولمس الحرير يدمي بنانه هكذا تخاف امريكا على اسرائيل لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم كان يجب على امريكا ان تدافع الشعب السوري يقتل بالجيش بالطائرات بالصواريخ لماذا نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة وقفة لله وقفة للخير للحق مرة أستاذ خليل استمعت يعني بكلمات واضحة لو كان حديث الشيخ القرضاوي في الدين في إدانة القتل وما يجري في سوريا لن نتحدث في هذا الموضوع ولكن عندما يتحدث الشيخ القرضاوي بالسياسة ويدعو امريكا بوضوح من على منبر الجمعه للتدخل في سوريا ويقول امريكا تخاف على اسرائيل امريكا تخاف على اسرائيل من ان تنتصر ويقصد المقاومه من اين جئتم بهذا الكلام؟ علينا ان نتساءل ما هو تعليقك على الموضوع؟ يعني اولا لن احاجج الشيخ يوسف القرضاوي في في فقهه وفي دينه وفي معرفته بالدين لانه فقيه وعالم اسلامي لا شك ولا احد يشكك في ذلك ولكن ما سمعته هو حديث في السياسه وفي السياسه يعني اقول ان ان هذا الحديث يعني مستغرب من اي مواطن عربي حتى أن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وهي كما تعلمنا ومنذ صغرنا ومنذ عشرات السنين بوصف الولايات المتحدة الأمريكية على أنها رأس الحية وأنا أقصد هنا ليس أمريكا كشعب وإنما كل الإدارات الأمريكية التي لم تسعى ولم تعمل يوماً لصالح الأمة العربية والقضية الفلسطينية تحديداً. وبالتالي كيف يمكن لرجل دين ان يطلب ومن امريكا ان تعمل شيء لله وتقف وقفه لله ويصفها بانها دعمت الشعب الليبي والمقاومه الليبيه في اثناء الثوره ثم يطلب منها المثيل في في سوريا يعني وهذا شيء مستغرب ومستنكر و ولا يمكن لاي عاقل ان يستوعبه لا اعلم هل كان الشيخ يوسف القرضاوي بكامل قواه العقليه والجسمانيه عندما تحدث ذلك وعندما يطلب من امريكا اذا كان الحديث عن كما جاء في القران وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فالاجدر عن الحديث موجه الى المؤمنين الى المسلمين الاجدر به ان يوجه حديثه للامه العربيه للتدخل في الشان السوري وان تحسم الموضوع اما لصالح من خلال جامعه الدول العربيه ولكن الولايات المتحده الامريكيه هي لاسرائيل والمنحازه دوما لاسرائيل والتي تعطي ضوء اخضر لاسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم في الاراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه ثم نتوقع منها خيرا للشعب السوري يعني هذا آه آه لا يمكن لا يمكن ان اعقب على ذلك باكثر من ذلك الحديث مردود على الشيخ يوسف القرضاوي هذا هذه سقطه ينبغي على الشيخ يوسف ان ينهي حياته وهو يعني في اواخر عمره اذا وربنا يعطي طول العمر ولكن ان ينهي حياته وتاريخه بالاستجداء للولايات المتحده الامريكيه من اجل التدخل في الشان السوري لصالح فئه ايًا كانت هذه الفئه فهؤلاء هم ابناء الامه العربيه والولايات يعني العربية. لا اعرف هناك انقطاعات ما زال معنا الاستاذ ابو شمال الاستاذ خليل ما زلت معنا نعم نعم اسمعك يا اخي نعم يعني وضحت الصوره سانتقل الى موضوع اخر اثير حوله اللبس في قضية زيارة القرضاوي إلى غزة كان له تصريحات سابقة بتحريم الزيارة إلى القدس أقصد للعرب والمسلمين وكان هناك نقاش حاد كان هناك نقاش حاد بين الفلسطينيين إن كانت القدس تحت الاحتلال وبتنسيق إسرائيلي فهل غزة محررة وهل رام الله محررة وهل نابلس محررة وسؤالي لك عندما يأتي السيد خالد مشعل مثلا إلى غزة وعندما يأتي القرضاوي إلى غزة وعندما يأتي أي شخصية سياسية كبرى إلى غزة هل هذا يحتاج إلى تنسيق مصري إسرائيلي مع حماس ولا بيجوا الناس على رؤوسهم؟ أولا يجب أن نذكر أن غزة بتوصيف القانون الدولي وليس اجتهادا غزة لا زالت تقع تحت الاحتلال والاحتلال موجود بغزة بشكليه المادي والقانوني وأن ما حدث في سبتمبر 2005 لم يكن انسحابا إسرائيليا ولم يكن قطع العلاقة بين إسرائيل وغزة من الناحية السياسية والقانونية والاقتصادية حتى ما حدث تم توصيفه ولا زال على انه اعاده انتشار لقوات الاحتلال ونحن لا نستطيع ولا يستطيع اي احد سواء كان مواطن او مسؤول ان يخرج من قطاع غزه دون السماح من قبل اسرائيل اولا الذي يربطنا الحدود مع في الجنوبيه مع مصر وهي لديها اتفاقيه كام ديفيد وبموجب هذه الاتفاقيه لا تستطيع ان تتجاوز بنود هذه الاتفاقيه وجزء من هذا من هذه الاتفاقيه والبنود السماح بفتح معبر رفح امام المواطنين سواء كانوا مواطنين اصليين او كانوا زائرين، وهذه مساله محسومه والا ما الذي ما الذي منع الامين العام لحركه الجهاد الاسلامي من دخول قطاع غزه؟ اسرائيل التي طلبت من مصر عدم ادخاله وسماح له بالعبور عبر معبر رفح، وبالتالي هذه مساله لا ينبغي ان نناقش بها، هي مساله واضحه والذي لا يريد ان يفهمها يعني هو حر، ولكن هذا هو الشكل وهذه هي الحقيقه. يعني يعني آه الكلمه النهائيه في النهايه للي بده يجي على رام الله واللي بده يجي على غزه هي لاسرائيل. بالتاكيد بالتاكيد هذه واضحه، ولكن اريد اخي ماهر ان اتحدث عن الزياره. يعني هناك حاله من اللغط والمبالغه في هناك فريقان الفريق المؤيد والمرحب لزياره الشيخ يوسف القرضاوي والفريق الرافض لهذه الزياره وعلى مدار اليومين الماضيين وقبل ذلك شهدنا الكثير من التصريحات والتصريحات المضاده حتى ان التصريحات بدت بسقوط وانحطاط في في الوصف والموقف من من هذه الزياره انا اعتقد ان هناك مبالغه من الطرفين ولا ينبغي ان نضع هذه الزياره في في حجم اكبر من حجمها الطبيعي الكثير من المسؤولين ووزراء الخارجيه العرب بالمناسبه زاروا قطاع غزه واثناء العدوان على قطاع غزه اكثر من تسعة من وزراء الخارجيه العرب زاروا قطاع غزة لمدة أربع ساعات خلالها وهم في مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء استقبلت تسعة من الشهداء أو أكثر نعم. بالإضافة إلى الجرحى وبالتالي إسرائيل لم تأبه لمثل هذه الزيارات أنا نحن أن أن أي 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 <applause> استاذ نعم. خليل يعني كانت طبعًا. الفكره وطرحنا للموضوع يعني وانا هم انه الشيخ القرضاوي قام بتحريم زياره القدس لانه بحاجه لاذن اسرائيلي. يعني احنا من هذا المنطلق قلنا انه ايضا الزياره الى غزه بدون مبالغه يعني احنا مش مش عم نبالغ وعم نناقش في موضوع على المكشوف. ايضا بحاجه لا. الى ذي الاسرائيلي فيعني آه هون علامه السؤال الكبرى وكانه الموضوع سياسي مش موضوع القدس يعني هو الموضوع فريقين كما تفضلت فلسطينيين ولكن ايضا بدنا نوسع الموضوع في فريقين في العالم العربي الان وللاسف العالم العربي اصبح مقسوم بين الاخوان المسلمين وبين الاخرين سميهم علمانيين سميهم الكفار سميهم زي ما بدك ولكن هذه حقيقه فيعني الطرح الموضوع جاء من منطلق انه الشيخ القرضاوي حرم زياره اي ارض محتله عمليا. يعني هذا هذا صحيح، الذي قاله هو لا اعلم ان كان يستند الى فتوى شرعيه في من القران والسنه وانا لا اعتقد ان ان هناك لا اعتقد بحجم معرفتي المتواضعه في الفقه وفي الدين أه 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 لا أعتقد أن هناك فتوى تحرم هذه الزيارة، سياسيا نقول أنه يعني نحن نأمل ونتمنى وهذا طموحنا أن يزور كل مواطن عربي القدس دون المرور على حاجز إسرائيلي، ولكن هل هذا ممكن؟ الحقيقة والواقع يقول لا، سياسيا هل أي زيارة لأهلنا في القدس وللأراضي المقدسة ستعطي مزيدا من الدعم والاسناد لاهلنا في القدس ام لا؟ اعتقد ان الجواب نعم، وبالتالي كيف يمكن ان نحرم زياره ونمنحها من امام المسؤولين والمواطنين العرب الذين يستطيعوا ان يصلوا القدس ويتفاعلوا مع اهلها ويقدموا دعما ومساندا سواء بالمعنى المادي او المعنوي لشعبنا في القدس، ثم نمنع ذلك ونحرمها في الوقت الذي بالوصف والحاله والواقع يقول انه لا يمكن ان يزور اي مواطن عربي سواء كان مسؤولا شيخا عالما او رئيس جمهوريه او صحفي الا باذن من اسرائيل ودون هذا الاذن لا يمكن لمثل هذه الزيارات ان تتم. يعني وللتذكير فقط استاذ خليل انه القدس عبر التاريخ منذ ان فتحها سيدنا عمر رضي الله عنه وتقريباً يعني في أغلب الأوقات هي كانت يعني كثير من الأوقات كانت تحت الاحتلال ولم ينقطع المسلمون عن زيارتها إلا في عهد الاحتلال الصليبي عندما حولوا المسجد الأقصى إلى يعني مكان لكب النفايات في حينه أخي ماهر أخي ماهر أخي ماهر نعم. يعني في في بنفس الموضوع على سبيل المقاربة وليس المقارنة إذا حرمت زيارة الأقصى في ظل وجود الاحتلال، لماذا لا تحرم زيارة المواطنين العرب والإخوة العرب لقطر الذي توجد بها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط؟ ولماذا لا تحرم الحج أيضاً؟ لأن هناك قواعد أمريكية في أراضي الحجاز والسعودية. إذا الاحتلال موجود في كل البلدان العربية، وبالتحديد في في قطر وفي السعودية ودول الخليج. إذا إذا والاحتلال الأمريكي لا يختلف عن الاحتلال الإسرائيلي. ان كان هناك شكلا قانونيا يربط المواطنين في الاراضي الفلسطينيه بالاحتلال للاسباب التي نعرفها جميعا ولكن لا يمكن لاحد ان ينكر ان هناك اكبر قاعده للقوات المارينز الامريكيه في قطر وفي السعوديه ايضا وبالتالي يعني في كل الدول العربية الم... تقريبا صحيح. موجودة ويعني في حديث الرسول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ولم يقل يعني وانضم إلينا أحد اللي ممكن يكون أبلغ منا في الدين دكتور نشأت الأقطش اللي بنرحب فيه أيضا لم يقل إلا إذا كان حرا وليس تحت الاحتلال يعني وأنا بحب أشركك معنا دكتور نشأت في من وجهه نظرك ومن خلال معرفتك هل لا تشد الرحال ولا تقام الصلاه او مثلا يعني انه ممنوع حد يجي من خارج فلسطين يصلي في المسجد الاقصى حرام صلاته في المسجد الاقصى اذا وصل يعني في إشي في الدين ماسح كاسح في هذا الموضوع المساله هنا مساله سياسيه وليست دينيه وهذا ما كنا نقوله قبل دخولك من ناحيه دينيه تشد الرحال الى ثلاث مساجد واعتقد انه زيارة من يستطيع زيارة المسجد الاقصى قد تكون ايجابيه في هذه المرحلة لان المخطط الاسرائيلي لهدم المسجد او الاستيلاء بالقوة كما حصل في الحرم الابراهيمي على جزء منه قد اقتربت وهذا هناك ما هناك مخطط اقترب للسيطرة على جزء من الحرم واقامه الهيكل الهيكل المزعوم هناك. وهذا كانت بدايه حلقتنا أو هذا الموضوع الان هذه نعم. هذا السجال بين فتح وحماس وبين المؤيد والمعارض انا ارى انه غير ذي صله. المساله الكبرى، الخطر الذي يتهدد القضيه الفلسطينيه بهذا الانقسام. الخطر الذي يتهدد المسجد الاقصى والفرصه مواتيه لليهود للاستيلاء على الحرم الان. سوريا مدمره مصر مشغوله بمشاكل داخليه لخمس سنوات او عشر سنوات قادمه الانظمه العربيه كل لديه ما يشغله ونحن من قسمين العالم يؤيد الغرب يسكت عن اي خطوه اسرائيليه تقوم بها اسرائيل هذا اكبر واخطر من الجدال الذي يدور الان حول الزياره او عدم الزياره طيب يعني احنا هذا الموضوع ناقشناه باسهاب قبل وصولك للحلقه ويعني احنا بنعتذر ايضا اتصلنا فيك في وقت متاخر لتشارك معنا يعني لا انت ليس السبب في في الوصول نحن السبب ناقشنا هذا الموضوع باسهاب وايضا انتقلنا الى مواضيع عده والان ننتقل الى موضوع اخر وهو يعني احنا بنناقش القضايا اللي اه اه حتى نسرع وما نعطيها اه اكثر من وقتها موضوع منح جواز السفر للشيخ القرضاوي اه من قبل اه الاخ اسماعيل هنيه رئيس الحكومه المقاله في غزه. انا بعتقد انه الزوبعه التي اثيرت حول هذا الموضوع كانت اه زوبعه غير مبرره ويعني مش في محلها. من وزاره الداخليه هنا في رام الله بالرغم مما ذكرناه في الـ يعني كانت خطوره رمزيه بالرغم مما ذكرناه انه قانونيا لا يحق للسيد اسماعيل هنيه ان يمنح جواز وهذا وهذه وهذا الموضوع فقط لقضايا بروتوكوليه وقضايا رمزيه تمنح من قبل الرئيس لكن ما وانا هنا يعني سؤالي موجه لكما الاستاذ خليل ولك ان يقبل الشيخ القرضاوي وهو المعارض لأوسلو وأن تقوم حماس بإكرام الشيخ بجواز سفر مكتوب وأصدر بموجب اتفاقية أوسلو يعني ما ذكرناه في البداية دكتور قلنا يجب كان يجب على الدكتور القرضاوي أن يرفض هذا هذا الجواز كونه هذا الجواز على اتفاقية إلا إذا حماس تريد أن تقول للعالم الآن هذا هذه الوثيقة نحن نعترف فيها واتفاقية أوسلو نباركها ماهر و... جميعنا وأنا أول واحد ضد أوسلو الآن أوسلو أصبح أمر واقع لا مجال لرفضه أو قبوله نحن الآن نترجى العالم أن يطبق أوسلو ما يدور هو يدل على ضيق أفق من حركتي فتح وحماس وتغليب المصالح الحزبية على المصالح الوطنية الشيخ القرضاوي هناك جدال حول زيارته وحول مواقفه ولكن الرجل قدم للقضيه الفلسطينيه ولو معنويا الكثير ويجب ان لا يكون شيخ القرضاوي موضوع خلاف بين الحركتين الان نحن حتى لو جاءت فتح بـ 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 بالشمس والقمر لن تقبل من حماس ولو جاءت حماس بالشمس والقمر لن يقبل من حركه فتح فالقضيه سياسيه ومناكفه وليست عقائديه او مبدئيه على الاطلاق <applause> يجب أن نفصل الأمور بشكل واضح لكي نستطيع أن, أن ننظر إليها نحن الآن بهذا الخلاف ننظر إلى الأشياء الصغيرة طيب. وننسى الأشياء الكبيرة سأكمل معك ولكن دعني أتوجه للأستاذ خليل أستاذ خليل يعني في هذا الموضوع على عجالة لأني يعني بدي أطرح معك موضوع له علاقة بحقوق الإنسان إن كان هون أو في غزة ولكن في موضوع جواز السفر هل لك من تعليق؟ يعني اولا يجب ان نذكر ان قانون جواز السفر السائد الان هو والمعمول به هو قانون المندوب السامي البريطاني الصادر في عام 1934، وبالتالي لا يوجد اي نصوص قانونيه لمن الحق لاصدار او منح جواز السفر، ولكن كما اشرت اخي ان هذا هي مساله معنويه ليس لن لن انا لا اعتقد ان الشيخ يوسف القرضاوي سيستخدم هذا الجواز في سفره او العبور الى اي مطار او اي دوله اخرى، وبالتالي لماذا كل هذه الزوبعه؟ لماذا كل هذا هذه الضجه التي اثيرت حول نعم يعني احنا متفقين متفقين هون ولكن دعني اتوجه الان الى الحادث الذي حدث في وسط مدينه رام قبل ايام وهي موكب الدكتور الهباش وزير الاوقاف وإطلاق النار من قبل مرافقية على أحد المركبات التي تجاوزت المركب مثل هذه التصرفات من المرافقين ومن المواكب يعني شو تعقب عليها وما دور المؤسسات القانونية والحقوقية في التعامل مع مثل هذا الموضوع وانا هون كمان سؤالي وانا هون كمان سؤالي لانه انا بعرف انه انت يعني ايضا ما جرى قبل ايام من اعتداء لقوات امن حماس على مسيره كانت في خان يونس على ما اعتقد كانت تعارض العدوان الاسرائيلي على امريكا وايضا موضوع اخر اللي هو على سوريا ولكن ايضا موضوع اخر يعني نتحدث عنه مقتل امراه فلسطينيه في سعير من قبل قوات الامن الفلسطينيه هنا في الضفه الغربيه في الوقت اللي كان قوات الامن بتطارد في في يعني عم نلاحظ انه الامن في الطرفين خاصه في هاليومين ثلاث كانه يعني في شيء يعني ما هو تعقيب القانون والمؤسسات القانونيه على مثل هذه التصرفات؟ هل هناك تراجع يعني للحريات؟ سأبدأ سأبدأ في الشق الأول المتعلق بالأخ أبو أنس محمود الهباش وإن كنت يعني سمعت وقرأت ما حدث ولكن هو يعني أخ وعزيز وصديق قبل أن يكون وزيرا ولكن إذا حدث ذلك وأنا أطلب من خلال فضائيتكم الموقرة المنظمات الحقوقية بأن تقوم بالتحقيق و متابعة هذا الحادث ان حدث ذلك وايا كانت لا يوجد لا يوجد اي مبرر لمرافقي اي وزير بان يقوم باطلاق النار على مواطنين بسبب مرور موكب لان كل المواكب هذه التي نراها هي بصراحه من وجهه نظر كثير من المواطنين ليس فقط هناك مبالغه من قبل المسؤولين وانما ايضا هناك حاله من البهرجه والجماعه مصدقين حالهم انهم وزراء وانهم حكومه، يعني بصراحه عيب عيب يعني ان نمر فرادى عند جيش الاحتلال وعلى الحواجز، ثم امام ابناء شعبنا المفترض الذين نحتمي بهم وهم ملاذ وملجا لنا ان نستخدم هذه المواكب. في, في الموضوع الثاني نعم الموضوع الثاني ما حدث ببساطه المنظمات حقوق الانسان اصدرت بيانات بعد جمع افادات ومن وش شهود عيان وقلنا موقفنا بشكل واضح وصريح ان ما حدث هو انتهاك لحريه التجمع السلمي ولا ينبغي على حكومه حماس واجهزتها الامنيه ان تقوم بقمع ومنع اي مظاهره سلميه في اذا تعارضت مع وجهتها السياسيه او مواقفها وهذه ليست المره الاولى وقد قوبلت بيانات منظمات حقوق الانسان باستنكار واستهجان حتى ان بعض الكتاب الذي الذين يمكن ان اصفهم بانهم ملوك اكثر من الملك اذا كانت وزاره الداخليه وحركه حماس اعتذروا للجبهة الشعبية وللمتظاهرين وقالوا واعترفوا بأن هناك معاملة خشنة يعني التوصيف غير مقبول لدينا ولكن هذا هو الوصف أنا أنقل ما حدث ثم أن يأتوا كتاب ويقولوا روايات كاذبة ويتهموا منظمات حقوق الإنسان على أي حال ما حدث ليس المرة الأولى ونحن قلنا أن لدينا شكوك حتى في مستوى وعمليات التحقيق التي تجري والاعتذارات التي تقدم للصحفيين لأنها ليست المرة الأولى وأيضا المحاسبة صراحه في كثير مواضيع يعني انتهى وقت البث معكم في غزه استاذ خليل كان بودي ان يطول البرنامج لكن يعني اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا وبالتاكيد سيكون لنا لقاءات قادمه وقريبه جدا لطرح المواضيع والتجاوزات القانونيه من قبل السلطة أو السلطات المتعددة يعني كان السلطة هنا في رام الله أو السلطة هناك في غزة وحقوق المواطن أشكرك جزيل الشكر دكتور يعني في في هاي المواضيع تحديدا موضوع الحريات نحن في تراجع خطير أعتقد إذا بنرجع لتاريخنا في الصحافة على الأقل نحن عدنا إلى على ميزان من 150 درجة للخلف الآن الصحافة تقمع في غزه ولكن بطريقه ناعمه مش بالطريقه التقليديه، هناك اعتذار في الضفه الغربيه، هناك تكميم للافواه، هناك رقابه ذاتيه عند الصحفيين لم تكن موجوده من قبل. هذا الانقسام ان لم يعالج وبسرعه هو عم ينتج حاله حتى الصحافه اصبحت جزء من هذا الانقسام، فاصبحت الصحافه مؤطره وتدعم احدى طرفي الانقسام واصبحت هي جزء من العمليه وهذا خطير. يعني محمود الهباش صديقي وانا بحبه هذا الرجل. إيه أنا صداقه ولكن يعني ولكن ولكن مساله الـ 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 يعني انا شخصيا متاذي جدا من المواكب لانه مكتبي يعني على فكره على فكره مشان نحكي شغله وانتهى وقت البرنامج دكتور ولكن انا اللي بدي احكيه انه المواكب يعني بفهم انه الرئيس يكون عنده موكب رئيس الوزراء يكون عنده موكب بس بفهمش في وفي وزراء يعني بتصير مشان ما نظلم في وزراء انا بشوف يعني لا بيشتروا في في شو اسمه ماشيين بالشارع لوحدهم وبالتالي يعني هذا غير مبرر ان كان للحكومه هنا او للحكومه هناك في غزه وبتامل ما يجي في, في دقيقه هذه المواكب في اللي, نصف انتشرت دقيقة. اللي انتشرت مع الوزراء سببها الانقسام الخوف التهديد الشخصي للهباش من حماس أو التهديد الفتحاوي ضد بعض وزراء حماس كان مبررا لهذه المواكب اللي احنا متأذين منها كشعب يعني أنا كمان بدي أوجه كلمة وأقول يا جماعة الخير أنه على الأقل فينا نختلف لكن تعالوا لا ننقسم يعني ممكن نختلف ممكن في وجهات النظر نختلف أنا أقول أنه أنا ضد زيارة القرضاوي وأنت تقول أنه أنا مع زيارة القرضاوي لكن ما نتهم بعض ما نكفر بعض ما نتهم بعض بالعمالة أنا أعتقد أنه آن الأوان نعرف كيف نختلف كفلسطينيين الخطر اللي محدق واللي بنواجهه كثير كبير الأقصى في خطر والاقصى في خطر حقيقي والشعب والقضيه الفلسطينيه كلها في خطر حقيقي. بشكر آه الـ الـ الاخوه اللي شاركوني وضيوفي اللي شاركوني الاستاذ اسماعيل الخطيب آه كان معنا في بدايه البرنامج الاستاذ خليل ابو شماله والدكتور نشاه الاقطش وكل الشكر آه لكم اعزائي المشاهدين علينا ان نبقي قلوبنا وعيوننا موجهه نحو القدس. الى اللقاء.